بعد ورود شكاوي على مديرية مجاري نينا وبسبب تجمعات المياه في منطقة حي السلام المعروفة بفرع معمل الكاشي، قمنا بزيارة إلى الموقع وشخصنا المشكلة وأعددنا كشف لمعالجة المشكلة. اليوم مديرية مجاري نينوى تنفذ مشروع بطول 1500 متر في هذا الموقع لمعالجة تجمعات المياه والفيضانات. حقيقة هذه المنطقة كانت تعاني من تجمعات المياه لعدة سنوات. إن شاء الله العمل يسير بوتيرة جيدة جدا، وخلال فترة قصيرة جدا إن شاء الله سننجز العمل. اليوم خلال لقائنا مع المواطنين ناشدونا بإمكانية إضافة كميات أخرى على العمل. إن شاء الله سنقوم باستغلال مبالغ الاحتياط الموجودة في المشروع لغرض مد شبكات مجاري إضافية لهذا المشروع لتقديم الخدمات الأكثر والأفضل لأبناء محافظة نينوى. جميع هذه الأعمال تقدم من قبل مديرية مجاري نينوى بالتزامن مع الحملة التي أطلقها الأستاذ نجم الجبوري محافظ نينوى لإعمار مدينة الموصل.